جاءت انطلاقة المرحلة الثانية لمنافسات دوري أندية العراق الممتاز بالدراجات الهوائية في مدينة أربيل مثيرة بيومها الأول لفعالية فرق الفئات الأربع المتقدمين والشباب والنساء والناشئين. 40 ناديا من مختلف محافظات البلاد شاركوا في المنافسات بمشاركة أكثر من 40 نادي في أنحاء العراق. هذا ما يدل على اهتمام الأندية بلعبة الدراجات، ومثل ما تعرفين لعبة الدراجة لعبة صعبة، لعبة قوية، احنا نسمي لعبة الموت. في فئة المتقدمين لقطع مسافة 60 كيلومترا ضد الساعة هيمن فريق أربيل على المركز الأول، إذ أنهى الدراجون السباق بأقل الفترات الزمنية، بينما حل فريق الصناعة في الموقع الثاني وجاء فريق كويسنجاق في الترتيب الثالث. كان سباق منافسة شديدة بينه وبين نادي الصناعة، وحصلنا على المركز الأول بجدارة. حصلنا عليه المركز الثاني طبعا، والأول نادي أربيل، وإحنا طبعا مصدرين لحد الآن الدوري العراقي فارق أكثر من دقيقتين. ولم يختلف الحال في فئة الشباب، فقد تكررت النتائج مرة أخرى للموقعين الأول والثاني لصالح أربيل والصناعة، إذ قطع الدراجون السباق بأقل الأوقات لقطع مسافة 50 كيلومترا ضد الساعة، بينما جاء فريق الاتحاد البصري في الترتيب الثالث. سباق منافسة كلش قوية، ونافسنا إن شاء الله نجيب وقت نصعد على المربع الذهبي، كنا خمس فريق إن شاء الله صعدنا على المنتخب. وذهبت حصة الأسد للمراكز الثلاثة الأولى في فئة النساء لصالح دراجات فريقي نوروز وبيشكوتن باحتلالهن للمركزين الأول والثالث، وجاءت دراجات فريق عفك في المركز الثاني لقطع مسافة 25 كيلومترا في وقت عانت الدراجات من مصاعب كبيرة تمثلت بالخطورة التي واجهت الدراجات من حيث الطريق المخصص للسباق. مصاعب الطريق هي أكيد هذا موجودة، بس ما أقول لك أنا مصاعب 100% يعني من ناحية الطريق وخطورته، وإنما من ناحية المنافسات بين اللاعبين أكو خطورة تصير. إحنا مشكلة هنا لأن الطريق شوية ازدحامات، إحنا نتمنى الطريق شوية فارغ على مد منافسات تصير أحسن، والشارع شوية ضيق فما نقدر يعني. 40 ناديا يشاركون في منافسات بطولة المرحلة الثانية للدراجات لفئة المتقدمين والنساء إضافة إلى الشباب والناشئين. المنافسات التي تقام في مدينة أربيل تشهد احتداما بين الدراجين والدراجات. عمار ساطع، الحرة، أربيل.